هذه الجهة وصلت إلى إلماس، إلماس يتقدم، عرضية رأسية، الله، هذا ما تحتاج إليه الفاعلية الهجومية، وبقي أن يجد حلا لإيقاف هذا القطار. الله يا أوسيمين، وصلت إلى لوزانو، بيلعب للكرة في مكان، شوف الاستلام، تصويبة يا رب، يا الله، إذا أردت الذهاب إلى السيرك في إيطاليا اتجه جنوبا. زيلينسكي يا سلام، لوبوتكا يا سلام، أنغويسا يتقدم، أنغويسا يا سلام، نابولي يا سلام، نابولي يا سلام، نابولي انتهى الكلام، انتهى الكلام، نابولي مسك الختام، نابولي يتقدم الآن، نابولي يتقدم عن طريق بوليتانو، الله سلمها لكفارة لكن عرضية، الله غاب أوسيمين وحضرت أهدافه يا سيميوني، كرة إلى ماريو روي، الله كفارة، الله عرضية، الله أوسيمين يا رب، قضية أوسيمين خارج الملعب أغلقت، حاول لم تنتهي، الله مستحيل مستحيل، بطل الشتاء يبدأ قصة ربيع نابولي، فيهم نابولي لا يلعب فقط بل غالبا يفوز، بيلعب لكرة في مكان، الله عرضية متابعة، مستحيل يا رب، نابولي يضرب أولا، كلهم يحملون السلاح، كلهم يحملون السلاح، هنا أنت لست في مأمن أبدا، تخدمك نتائج الآخرين، وانظر إلى أوسيمين، انظر إلى أوسيمين، وصلت إلى كفارة، وصلت إلى كفارة، كفارة دونا، كفارة دونا، ساحر الجنوب الجديد يعيد كتابة التاريخ، مارادونا هنا كسر عقدتهم، شاهد الكرة الآن من جانب كفارة، الكرة بتعدي، الله، إيطاليا ليست مستعدة لكل هذا، ليست مستعدة لكل هذا، ضربة ثالثة من كتيبة سباليتي، الكرة تصطدم في ماريو روي، عادت إلى كفارة، كفارة عرضية، الله، تظنني وهلة بأنك تراقبه، وسرعان ما تكتشف بأنه يراقبك، إنه يبحث عن ضحية جديدة في كل مرة، اليوفنتوس ضحيته الجديدة، الله يا أوسيمين، الله يا أوسيمين، ماذا يريد نابولي بعد الأربعة؟ انظروا إلى الماس، انظروا إلى الماس، انظروا إلى نابولي وهدف الماس، وأقدام من الماس، ونابولي من ذهب، وسحر لا ينتهي، وعرض لا يتوقف، وقوة لا تقاوم.